أكن صليت بثوب فيه نجاسة ولم أشعر بذلك إلا بعد انتهاء الصلاة، فماذا علي؟ لا بأس بذلك وصلاتك صحيحة الحمد لله. إذا كنت لم تعلم بالنجاسة إلا بعد الفراغ من الصلاة، أو علمت بها قبل الصلاة ونسيتها ولم تغسلها ولم تفطن إلا بعد الصلاة، فالصحيح من قول العلماء صحة الصلاة أيضا. إنما لو علمت بالنجاسة في أثناء الصلاة في ثوب أو في نعلين أو في جوارب وأنت تصلي، فإنك تزيل اللباس الذي فيه النجاسة إن أمكن، كالعمامة والسترة أو الثوب الزائد أو المشط أو ما أشبه ذلك، إن يمكن أن تزيله ويبقى عليك ثوب غيره تزيله وأنت تصلي وتكمل صلاتك. أما إذا كان لا يمكن إزالة هذا الملبوس الذي فيه النجاسة وأنت تصلي، فإنك تخرج من الصلاة، وتغسل النجاسة أو تبدل الثوب النجس ثم تأتي وتستأنف الصلاة من جديد. الدليل على أنك لو أزلت الثوب أو الملبوس في أثناء الصلاة أنك تمضي في صلاتك تكون صحيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي بأصحابه مرة فخلع صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه كان يصلي بنعاله عليه الصلاة والسلام، خلع عليه فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم، قالوا رأيناك فعلت هذا، قال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أخبرني أن فيه ما نجاس، فدل على أنه إذا أزال ما فيه النجاسة من ثيابه وهو في الصلاة فإن صلاته صحيحة ويستمر فيها. أما الجوارب التي مسح عليها فهذه لا يمكن، لأنه لو أزالها بطل وضوءه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.